السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. متواجدين حاليا في أحد أفخم المشاريع السكنية في منطقة طرابزون، طبعا بالتحديد في منطقة يلنجك اللي هي قريبة من مطار طرابزون. نشرح لكم الآن الشقة من الداخل بالتفصيل. أول شيء كل دور عندنا شقتين، طبعا 4 غرف صالة الشقة الواحدة، بالإضافة إلى مصعدين. عمارة عبارة عن 12 طابق. راح نشوف الآن شقة نموذج، يشرح لنا الأخ عبد القيوم التفاصيل بالكامل. عندنا الشقة هذه شقة 4 غرف صالة، مساحتها 215 متر مربع. أول ما نخش الشقة عندنا هنا على اليمين مخزن، وتعتبر أيضا مخرج للطوارئ. نجي هنا على اليسار المدخل، عندنا دواليب خاصة بالأحذية والعباءات زي ما شايفين. الشقة مزودة بالغاز الطبيعي بالإضافة إلى الأمان اللي موجود. نجي هنا على اليسار على طول على المطبخ، زي ما شايفين دواليب المطبخ راكبة وجاهزة، وتمديدات الغاز الطبيعي أيضا واصلة، دواليب فاخرة ذات جودة عالية. في مخرج البلكونة من المطبخ، وبالإضافة إلى المخرج الآخر من الصالة، يعني البلكونة مشتركة بين المطبخ والصالة. نطلع من المطبخ نيجي على الصالة. ما شاء الله الصالة مساحتها كبيرة وشكلها ما شاء الله تبارك الله، إبراج سقفية. الشقة كلها مزودة بالتمديدات المكيف، واجهة أمامية وتطلع على البحر، مخرج أيضا للبلكونة. شوفوا ما شاء الله مساحة البلكونة، مساحة كبيرة وشكلها ما شاء الله تبارك الله. البلكونة مزودة بزجاج متحرك عازل للصوت والبرودة والحرارة. الطالة بانورامية ما شاء الله تبارك الله على البحر وعلى المدينة، بالإضافة إلى إطلالة الطبيعة. المسافة بين الموقع وجواهر المول تقريبا 3 دقائق، وأيضا الساحل قريب جدا من الموقع، بالإضافة إلى بعدنا عن الموقع إلى المطار تقريبا 7 دقائق. الموقع مزود بكل الخدمات، مسبح، مواقف مغلقة لكل شقة، بالإضافة إلى حمام، ساونا، وجميع الخدمات متوفرة. نلقي نظرة على الخدمات. هذا المسبح زي ما احنا شايفين، المسبح اللي يخدم الجامع ككل. نكمل تفاصيل الشقة. نطلع من الصالة يجي هنا على اليسار الغرفة الأولى، أيضا مزودة بالتمديدات المكيف. مقابل الغرفة الأولى عندنا الحمام الأول ذو الكرامة. نيجي هنا على المنطقة، هذه منطقة نقدر نستخدمها كمكان للغسالة والسخان، نركب لها دولاب نتركب فيها السخان والغسالة. بجواره عندنا الحمام الرئيسي اللي تخدم الشقة ككل، ما شاء الله تبارك الله مساحة الحمام ما شاء الله كبير. مقابل الحمام الرئيسي عندنا الغرفة الثانية، مساحة الغرفة أيضا مساحة كبيرة وشرحة ما شاء الله. بجوارها الغرفة الثالثة، وأخيرا نيجي هنا على غرفة الماستر. غرفة الماستر ما شاء الله تبارك الله لها دريسنج روم وحمام خاص فيها، غرفة الدريسنج روم غرفة تغيير الملابس، ولها أيضا بلكونة خاصة فيها. إطلالتها من الخلف على الطبيعة، بلكونة ما شاء الله جميلة وكبيرة، مجمع مخدوم بكل الخدمات ما شاء الله تبارك الله، مجمع فخم في منطقة يلنجك. منطقة يلنجك من أفخم مناطق طرابزون. صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد.